عليكم. رسالة بس مني يا جماعة لكل الشيفات وكل الناس اللي فاتحة قنوات وبتعمل برامج. هو ليه يا جماعة لما بتيجوا تنزلوا وصفة لازم في كل الكلام تروحوا حاشرين كلمة انجليزي كده في وسط الكلام؟ يعني ليه؟ هتستفيدوا ايه؟ في ناس كتير يعني مثلا امي وامك وخالك وخالتك والناس الكبيرة بتاعت زمان مش كلهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا، ومش كلهم بيفهموا المصطلحات اللي انتوا بتقولوها. يعني اللي خلاني اتكلم في الفيديو ده من حوالي اسبوع نازله السوق، لقيت واحده بتقول لي اهي جات لك اهي، فانا بقول لها انا، بتقول لي اهو، فبقول لها يا اخي تقول لي فرح بنتي وانا عايزه اعمل لها ديك روم، وبتتكلم معايا وبتقول لي انا دخت على السوق كله عشان اجيب البوكيه جرنيه ما لقيتش البوكيه جرنيه. هو ايه يا اختي البوكيه جرنيه دي؟ بوكيه جرنيه. فاللي هو انا يعني انا ما بقتش عارفه اعيط على الست ده صعبان عليا، ولا اضحك على اللي هي مش فاهمه يعني ايه بوكيه جرنيه. يا جماعه فسروا الكلام اللي انتوا بتقولوه وبتيجوا تتكلم. يعني في حاجات كتير بشوفها، ليه بتقولوا على الشوربه بيقول؟ ما تقولوا شوربه، ليه قولوا شوربه؟ اسمها شوربه، شوربه شين واو ب ت مربوطه. ليه بيقول؟ ليه قولوا شوربه على فكره. نيجي نتكلم تشيز، نحط اللي تشيز. لما تقولوا جبنه اسمها جبنه على فكره، لما تقول جبنه مش هيجرى لك حاجه عادي على فكره. في حاجات كتيره جدا، مصطلحات كتيره جدا. والمضرب بتاع البيت مش عارف ايه، اسمه مضرب على فكره، مضرب بيت. انت عمرك في حياتك او انتوا شفتوا شيف من بره في امريكا ولا في حتت راح جه مثلا في وسط المقادير وهو بيتكلم راح قايل لك ملح ولا فلفل ولا الكلام ده؟ لا، انجليزي يعني انجليزي وعربي يعني عربي. يعني انا من كام يوم كده شفت كنت على التلفزيون، واحده ست كانت بتعمل اكله بالمكرونه، بتقول لك ازاي ونجيب المكرونه لبنا. طب ما تقولي يا اختي قلم، اسمها مكرونه قلم، ليه بنا وتعوجي بقك؟ ليه قولي مكرونه قلم، مكرونه قلم. ليه انتوا ليه بتعملوا في الناس كده؟ قولي هنعمل تشيكن مش عارف، طب اسمها فراخ لحمه سمك. يا جماعه ما تخلوش الناس اللي بتتفرج، يعني معظم الناس ما بتفهمش انجليزي اصلا. انا واحده من الناس ماما بتتفرج على متابع قنوات على التلفزيون وبتتفرج على اليوتيوب وكل حاجه. ماما يعني مش ما كملتش تعليمها على قدها، ناس كتير تعليمها على قدها. انتوا ليه ما بتعملوش حساب الناس اللي زي دي؟ ليه ونجيب الايج ونحط الايجز ونعمل ايه؟ في ايه؟ انا ببقى عايزه اخش جوه التلفزيون. ليه احنا عارفين ان انت راجل مثقف وراجل كويس وست محترمه. انتوا يا جماعه بصوا اقول لكم على حاجه، ما اللي بيتفرجوا على الحلقات وبيتفرجوا على البرامج دي الناس اللي هي الطبقه المتوسطه والناس اللي زي حالتنا. انتوا مش هتقنعوني ان واحده ست قاعده في فيلا وعندها سفرجي وعندها طباخ هتقعد قدام التلفزيون وقدام القنوات تتفرج علينا. لا، اللي بيتفرجوا ناس شبهنا، ناس زينا، يبقى احنا نراعيهم، نعمل حسابهم. وكل حاجه اقول لك ايه، لازم تحطي ده وفيها ايه، يعني لما تقولنا قطع الفلفل طرنشات او شرايح، لازم جوليان اهي، لازم جوليان وجوانح. ليه الجوانح دي هتطلع ولا ليه؟ يا جماعه عيب والمصحف اللي احنا بنعمله ده. انتوا بتحسسوا نفسكم ان انتوا ناس راقيه قوي وان انتوا ناس بتفهموا قوي. انا بس في عندي كده بس حاجه كده قد كده، انا يعني بصي هي كانت معقداني ان احنا نجيب الشيري توميتو. ليه يعني ليه اسمها أيوة ليه شيري توميتو؟ ايه ده يعني مش صغيره؟ انا كنت ببقى مش عارفه هم يعني هم ايه اللي ضاربينه. يا جماعه والله العظيم يعني بجد يعني كتير، والله العظيم كتير علينا قوي قوي قوي. ده ليه لازم تحطوا زيت زيتون؟ مش لازم. ليه؟ ماله زيت التموين؟ ماله؟ ليه سمنه بلدي؟ مالها السمنه اللي في العلب؟ مش كل اصل لازم نحط صوص الديمي جلاس، يعني هنروح نجيب عظم نحرقه ونعمله؟ طب انا ممكن اعمله واعمل قد كده. ليه؟ انت لو حمرت اللحمه شويه والفراخ في طاسه حمرتها قوي واديتها شويه ميه هتعمل معاك صوص بني وتبقى حاجه بالصلاه على النبي زي الفل. يا جماعه راعوا شعور الناس اللي بتتفرج عليكم. وكل حاجه لازم يكون ليها بديل، مفيش حاجه اسمها ملهاش بديل. كل حاجه ليها، مفيش حاجه ملهاش بديل. اصل انت لو ما حطيتيش ده الوصفه مش هتمشي. لازم البوفتيك، اصل لو ما كدوش البوفتيك مش هينفع. يا عبد المنعم مش هينفع كده يا جماعه، والله العظيم ما هينفع كده. يا بنتي يا جماعه نراعي شعور الناس اللي بتتفرج وكده يعني. وكل سنه وانتم طيبين بقى، وصلنا لفيديو جديد.